ينضم إلينا الآن عبر سكايب من مدينة السماوة مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في الفرات الأوسط كريم عسكر. أهلا بك سيد عسكر معنا في العراق اليوم. يعني قبل أيام كان هناك حديث عن خطر قد يضرب بحيرة يعني الرزازة، والآن بحيرة ساوة، والحديث أيضا عن تحذير من قبل الرئيس برهم صالح من فقدان خصوبة الأراضي الزراعية. هل الأمر بهذا السوء فعلا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة موضوع التغيرات المناخية بتحدي كبير بالعراق، والعراق من الدول اللي سوف تتأثر بشكل كبير بهذا الملف. إحدى التحديات الكبيرة هو موضوع ملف المياه. تعرفون العراق منذ أكثر من سنة، يعني بالتحديد 3 سنوات، هناك قلة في الأمطار وهناك تحدي كبير في موضوع المياه. نعم، ساوى الآن في وضع يعني يحتاج إلى وقفة، والآن كان يوجد كتاب إلى معالي وزير البيئة، والوزير متابع هذا الموضوع للتنسيق مع وزارة الموارد المائية لضمان حصة مائية إلى البحيرة. من التحديات البيئية الكبيرة هو ملف المياه والتغيرات المناخية، واضحة بتأثيرها الكبير. الآن انحسار كبير في نهري دجلة والفرات، وبالتالي هي أكثر المحافظات اللي تتأثر هي المحافظات الجنوبية، وبالذات محافظة المثنى، لأن تعرفون هي تقع جنوب العراق، وما يصلها من المياه يكون ينحسر ويكون بتأثير كبير. طيب سيد عسكر، يعني السبب الرئيسي لجفاف هذه البحيرة هل هو قلة الأمطار؟ هل هو قلة الإيرادات المائية؟ المخزون المائي؟ الآبار المحفورة بشكل عشوائي؟ ما هو السبب الرئيسي؟ الموضوع موضوعين. أولا، الموضوع الأول هو قلة الأمطار وبشكل كبير. العراق شهد هذه السنة قلة أمطار كبيرة، لم تحدث أمطار إلا بنسبة لا تصل إلى 5%. الموضوع الثاني، نحتاج في داخل العراق حقيقة، وهذا مسؤولية كبيرة، هناك تنسيق مع وزارة الموارد المائية، أن تكون هناك حصة مائية لجميع المحافظات، حصة عادلة. نعم، أكو جهد كبير لوزارة الموارد المائية. أيضا أكو موضوع التجاوزات، تجاوزات كبيرة على البحيرة أثر بشكل كبير، مشخصة هذا الموضوع، وما وصل إليه هو موضوع انحسار المياه وسط البحيرة إلى هذا المستوى الآن اليوم. يعني بالذات إلى أي مدى يمكن الحديث عن قضية معالجة جفاف البحيرة، كما تابعنا في التقرير، من إيقاف عمل بعض الآبار القريبة التي تعمل بشكل عشوائي؟ هل يمكن فعلا أن يساهم برفض البحيرة؟ الآن قانون وزارة البيئة فعال، وأكو إجراءات قانونية ضد هذه التجاوزات. نفس الوقت أكو مفاتح لوزارة الموارد المائية لإيجاد حلول سريعة لهذه البحيرة، والمفاتحة تمت اليوم إلى معالي وزير البيئة، لأن تعرفون وزارة البيئة هي المعنية يعني كنقطة ملف التغيرات المناخية على المستوى الاتحادي كحكومة اتحادية. ما هي الانعكاسات سيد عسكر لجفاف هذه البحيرة ومثيلاتها من البحيرات؟ موضوع الانعكاسات استاذ، موضوع التغيرات المناخية وموضوع المياه سيؤثر بشكل كبير على موضوع الاستزراع وعلى موضوع يعني النشاط الزراعي بالعراق، وبالتالي سوف تتأثر كل المنطقة على مستوى الفرات الأوسط من بابل إلى جنوب العراق في موضوع الاستزراع. الآن نحن نعمل كبيئة ضمان أن تصل الحصة المائية إلى أبعد نقطة في الأراضي العراقية جنوبا حتى لا تتأثر، لأنه هناك يعني على مدى أكثر من سنة، يعني لا ليس تحديدا عام 2022 21 20، هناك قلة في الأمطار وبشكل كبير في منطقة مثل العراق، وهذا التحدي وصل اليوم إلى جفاف بحيرة ساوة. بحسب المعطيات الموجودة حاليا، يعني هل يمتلك العراق فعلا اليوم أي وسائل لتلافي تفاقم جفاف البحيرات وتتابع هذه الحالات؟ هناك خطة مع الوزارة، مع كحكومة اتحادية، مع وزارة الموارد المائية ومع دول الجوار لضمان حصة مائية تكفي وتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله. يعني إلى أي مدى يمكن أن تتلافى هذه حالات الجفاف بهذه الطريقة، هذه الحصة؟ تحتاج إلى إدارة، الإدارة الأولى الإدارة لضمان أن هناك عدم هدر في المياه. الآن التحدي كبير، حتى نتكلم بصراحة، تحدي ملف التغيرات المناخية تعتبر تحدي كبير، وهناك جهد حكومي، ومثل ما تكلم رئيس الجمهورية ومثل ما اليوم تكلم باجتماع مباشر وزير البيئة مع المحافظات كافة، أن هناك تحدي كبير في موضوع ملف المياه. هناك اجتماع مداولات كبيرة مع دولة رئيس وزراء لأن تكون وزارة المائية مع الزراعة مع الوزارات المعنية لتلافي هذه المشاكل إن شاء الله. بالحديث عن مبادرة يعني رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمبادرة إنعاش بلاد الرافدين، هل يمكن فعلا أن يعني تحد من حالات الجفاف التي تضرب الأراضي الزراعية والبحيرات؟
نحتاج إلى خطة واضحة. الوزارة المعنية هي وزارة الموارد المائية، خطة واضحة لاستخدام أمثل لإدارة ملف المياه داخل العراق إن شاء الله. شكرا جزيلا من السماوة عبر سكايب، كان معي مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في الفرات الأوسط كريم عسكر.